أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقالة صحيفة المدى التي تركز على الذكرى الخامسة لانتفاضة تشرين في العراق، وهي واحدة من أكبر الحركات الشعبية التي شهدها العراق بعد عام 2003. الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر عام 2019 جاءت بسبب الفساد المستشري وسوء الخدمات وغياب فرص العمل، ورغم أن المتظاهرين خرجوا بشكل سلمي فإن القوات الأمنية تعاملت معهم بعنف كبير، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص في الأيام الأولى وحدها وإصابة الآلاف. الشهادات والتقارير مثل تقرير منظمة العفو الدولية تكشف أن الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في تحقيق العدالة أو حتى في الكشف عن مصير مئات المتظاهرين الذين قتلوا أو اختفوا، ويستمر مناخ الإفلات من العقاب على حد وصفهم. ورغم المطالب المستمرة بكشف قتلة المتظاهرين وتحقيق العدالة، يبدو أن الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة بما في ذلك السلاح المنفلت والمال السياسي تحول دون تحقيق التغيير المنشود. تشرين الأول ليس شهراً عادياً لفئة كبيرة من العراقيين، كونه ذكرى أكبر انتفاضة شعبية ضد النظام السياسي بعد عام 2003، والتي أسفرت عن سقوط الحكومة حينها. المختلف في حراك تشرين هو أنه لم يكن بدعوة من أي جهة سياسية أو حتى من المعارضين المدنيين التقليديين الذين قادوا تظاهرات في السابق، وبدأت في مركز العاصمة بغداد بساحة التحرير، ومن ثم توسعت في باقي المحافظات العراقية. المتظاهرون خرجوا حينها للمطالبة بخدمات منها التعيينات والخدمات ومكافحة الفساد، لكن قوات مكافحة الشغب العراقية تعاملت مع التظاهرات بعنف كبير وفق تقارير حقوقية وشهادات، وقتلت أكثر من 100 شخص خلال الأيام العشرة الأولى من التظاهرات، وأصيب 4000. من جهته يقول مسلم عماد، وهو أحد المشاركين في مظاهرات تشرين عندما كان المحتجون تحت مرمى النيران، إن الإرادة والعزيمة ما زالت موجودة عند الكثيرين من المتظاهرين، وما زلنا متمسكين بمطالبنا وعلى رأسها كشف قتلة المتظاهرين. ورأى عماد أنه من الصعب حدوث تغيير حقيقي في العراق بوجود السلاح المنفلت والمال السياسي، إذ إن بناء الدولة في العراق وتجذر الأحزاب الحاكمة في مفاصل الدولة يحول دون التغيير الذي طمح له المتظاهرون. من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومات العراقية المتعاقبة تقاعست عن ضمان تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة وتقديم التعويضات بشأن حملة القمع المميتة التي استهدفت تظاهرات تشرين عام 2019. في مقال كتبه ماجد زيدان في موقع كتابات، يتم تناول الضريبة الجديدة التي فرضتها حكومة الإطار التنسيقي على نقل العقارات السكنية والتجارية، حيث تتراوح نسبتها بين 40 إلى 100%. هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة من الاقتصاديين الذين حذروا من تداعياتها على الأسعار والركود الاقتصادي المتوقع. يرون أن هذا القرار سيزيد من الأعباء على المواطنين، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعاني بالفعل من تدهور الأوضاع الاقتصادية. المقال يشير إلى أن هذه الضريبة ليست الإجراء الوحيد الذي تتبعه الحكومة، بل تأتي ضمن سلسلة من السياسات التي تثقل كاهل المواطنين بدلا من تقديم الدعم لهم. فإلى جانب الضرائب هناك زيادات في رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وتفرض إتاوات على رواتب العاملين في القطاع التربوي تحت ذريعة بناء المدارس.
زيدان ينتقد كذلك السياسة الاقتصادية الحكومية التي تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع خصوصا الغذائية منها. الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وتدني قيمة الدينار، وبالتالي ارتفاع أسعار جميع السلع بما في ذلك السلع ذات الاستهلاك الواسع وخصوصا الغذائية منها، من دون أن تتخذ إجراءات ضرورية ورادعة لكبح هذه الظاهرة التي يفتعلها التجار والفاسدون والمضاربون بالعملة المتحالفون مع بعض النافذين في الحكم. وقد تزامن ذلك مع انعدام خلق الفرص لأعمال وللوظائف الجديدة، أن الذرائع التي تقدمها السلطات بأنها تسعى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد الوطني الريعي الذي يعتمد على تصدير النفط يدحضها الواقع، فهذا التغيير يستلزم تنشيط القطاعات الإنتاجية لا سيما الزراعة والصناعة، فالمفروض تشجيع الرأسمال الوطني بتقديم الدعم والتسهيلات له وتيسير عمله، لا فرض الضرائب عليه وحمايته من سياسة الإغراق وجعل المنتج الوطني قادراً على المنافسة. لا يختلف اثنان على أن البلاد تعاني من أزمة مستعصية في قطاع الإسكان، وهناك نقص كبير بالوحدات السكنية، وهذا يتطلب التشجيع على سياسة بناء سريعة وثورة في التسهيلات وتيسير الإنشاء. في إطار المستقبل المظلم الذي ينتظر إسرائيل بسبب اتباع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لنهج مماثل لما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في غزو العراق، يبرز مقال الأكاديمي البارز ستيفن والت الذي يحذر فيه من الأخطاء الاستراتيجية المدمرة التي قد تتسبب في تداعيات كارثية على إسرائيل والمنطقة. يستعرض والت في مقاله المنشور بمجلة فورن بوليسي أن نتنياهو يحتفل مؤخرا بإنجازات تكتيكية شبيهة بتلك التي افتخر بها بوش عندما أعلن انتصاره الوهمي في العراق، يشير إلى أن إسرائيل على غرار أمريكا في العراق حققت بعض النجاحات العسكرية السريعة في لبنان وغزة، إلا أن ذلك لن يضمن النجاح الاستراتيجية على المدى الطويل، فالضربات العسكرية قد تدفع أعداء إسرائيل مثل حماس وحزب الله وإيران إلى الرد بمزيد من العنف والمقاومة بدلا من الاستسلام. وينتقد والت في مقاله سياسات إسرائيل التي عززت من عزلتها الدولية، مشيرا إلى أن القمع الإسرائيلي المستمر للفلسطينيين واستمرار سرقة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة إضافة إلى الغارات المستمرة على لبنان واليمن يزيد من تفاقم الوضع ويستشهد بالتراجع في الدعم الدولي لإسرائيل خصوصا بعد جرائمها ضد المدنيين، مما قد يعرض علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة للخطر. أكاديمي بارز يحذر من ارتكاب نتنياهو خطأ بوش في غزو العراق. ماذا قال؟ مجلة فورن بوليسي تحت عنوان لحظة إنجاز المهمة الإسرائيلية في الشرق الأوسط، وترجمته عربي 21، بإعلان بوش في الأول من أيار مايو 2003 الذي ارتدى زياً قتالياً وهبطت مروحية S-3 على ظهر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، حيث وقف وخلفه يافطة كتب عليها المهمة أنجزت. قال إن العملية القتالية الكبرى في العراق قد انتهت وقد انتصرت الولايات المتحدة مع حلفائنا، حيث بدا سعيداً وزادت شعبيته في الاستطلاعات، وهنأ المحافظون الجدد الذين هندسوا غزو العراق أنفسهم بسبب جرأتهم وحكمتهم، إلا أن الظروف في العراق تدهورت وأصبح ينظر إلى قرار غزو العراق بأنه فشل استراتيجي ذريع وفقا للمقال. وأضاف الكاتب: لقد تذكرت ذلك الحادث وأنا أشاهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأنصاره يحتفلون بدك لبنان الذي توج بدون نهاية باغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله إلى جانب عدد من القيادات العسكرية البارزة. وأشار إلى أن نتنياهو بادر بتذكير أعداء إسرائيل بأن لا شيء يمنعها من الوصول إليهم، وفي ضوء الضرر الذي أحدثته القوات والمخابرات الإسرائيلية على أعدائها وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، فليس مفاجئاً أن يقوم نتنياهو برقصة انتصار مثل بوش. ورأى والت أن إسرائيل حققت وبلا شك خلال الأسابيع الماضية
إنجازات تكتيكية واستغلت أخطاء محيرة من قيادة حزب الله. وأضاف أن نتنياهو وحكومته المتطرفة استخدموا الحرب والرد الأمريكي الضعيف لزيادة العنف وسرقة الأراضي في الضفة الغربية وكجزء من مخطط إسرائيل الكبرى. ونبقى مع مقال الأكاديمي البارز ستيفن والت الذي يحذر فيه من الأخطاء الاستراتيجية المدمرة التي قد تتسبب في تداعيات كارثية على إسرائيل والمنطقة. ويستعرض في مقاله المنشور بمجلة فورين بوليسي أن سياسات نتنياهو قصيرة الأمد قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على المنطقة بل على إسرائيل نفسها. فمن المتوقع أن تزداد الهجرة الإسرائيلية ويتراجع الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أكبر، خصوصا مع انخفاض أعداد الطلاب الأجانب وانهيار التقدم العلمي. يرى الكاتب أن إنجازات نتنياهو المؤقتة لا تعزز إلا من العوامل التي تهدد مستقبل إسرائيل على المدى البعيد، مما قد يقودها إلى المزيد من العزلة والانهيار. ختاما يحذر والت من أن تصرفات نتنياهو تضع إسرائيل في مسار خطر قد يقود إلى حرب إقليمية شاملة، كما أن دعمه المستمر من الولايات المتحدة قد يكون ممهدا إذا ما زادت الانتقادات الداخلية في أمريكا لهذه العلاقة الخاصة. إذا تسبب سوء إدارة الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن للموقف في خسارة كامالا هاريس للانتخابات في تشرين الثاني نوفمبر، فسوف يبدأ كل من الديمقراطيين والجمهوريين في التساؤل عما إذا كان الدعم لإسرائيل والذي ارتد سلبا لا يزال الموقف السياسي الذكي. وإذا حدث أي من هذا فإن خطر رد الفعل العنيف ضد مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة سوف يزداد. وإذا كنت قلقا بشأن تصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة فإن هذا الاحتمال يجب أن يخيفك أكثر بكثير من بعض المظاهرات غير الضارة عادة في الحرم الجامعي. وفي النهاية حسب المقال فسياسة نتنياهو وأنصاره في الولايات المتحدة لا تضر فقط بالعلاقات مع واشنطن ولا تتسبب بالعزلة العالمية، فهي ستترك أثراً على إسرائيل نفسها. ففي أعقاب هجمات السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 كان لدى إسرائيل فرصة للتخلص من نتنياهو التي عرضت قراراته الإسرائيليين لهجمات حماس وبالتالي حرف وجهة البلاد نحو الحياة الطبيعية، ولم يحدث هذا. ويعيش بالفعل أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الخارج، وتشير الاستطلاعات إلى أن 80% منهم لا ينوون العودة. وقد ارتفع عدد المهاجرين بشكل كبير في العام الماضي، وتشير تقارير صحيفة واشنطن بوست إلى أن اقتصاد إسرائيل في خطر شديد، وتفيد التقارير الصادرة عن الجامعات الإسرائيلية انخفاض حاد في أعداد الطلاب الأجانب. ديفيد هيرست، الفوضى التي تبثها إسرائيل في الشرق الأوسط ستعود لتلاحقها. قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن الفوضى التي تبثها إسرائيل في شتى أرجاء الشرق الأوسط ستعود لتلاحقها، معتبرا أنه لا يوجد أفضل من عدوانها الجامح للردع أو لدرء الانقسامات التي أحدثتها الثورات المضادة للربيع العربي. وأضاف هيرست وهو رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي في مقال له أنه لا شيء يمكن أن يقنع جيران إسرائيل العرب بأنها لا قبل لها بالعيش في سلام معهم أكثر من المسار الذي ينتهجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاليا. ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بإعادة هندسة الشرق الأوسط بأسره حتى يصبح كارها لها، بينما تظل القضية الفلسطينية بلا حل وهي هندسة معاكسة لكل ما تم إنجازه على مدى 3 عقود منذ اتفاقيات أوسلو. حينما فقد الصراع الفلسطيني أولويته ومركزيته في العالم العربي. ازدادت إسرائيل ثقة بفضل وداعة الردود الصادرة عن حزب الله وإيران بأن بإمكانها مضاعفة ضرباتها لكل من لبنان وسوريا. بالنظر إلى ما حدث لقد أثبتت هذه الاستراتيجية أنها خطأ استراتيجي يدفع ثمنه حزب الله اليوم،
لأنه منح من خلالها إسرائيل الثقة بأن بإمكانها أن تفعل ما تفعله اليوم في لبنان، إلا أن الحسبة الخاطئة الأكبر هي تلك التي تقع فيها إسرائيل من خلال رغبتها في الضرب على الحديد وهو ساخن. تقوم إسرائيل بإعادة هندسة الشرق الأوسط بأسره حتى يصبح كارها لها، بينما تظل القضية الفلسطينية بلا حل، وهي هندسة معاكسة لكل ما تم إنجازه على مدى 3 عقود منذ اتفاقيات أوسلو، حينما فقد الصراع الفلسطيني أولويته ومركزيته في العالم العربي. نعم، يجري الآن إعادة تصميم المنطقة من قبل إسرائيل التي أفلتت من عقالها، ولكن لا شيء يمكن أن يقنع جيرانها العرب بأن إسرائيل لا قبل لها بالعيش في سلام معهم أكثر من المسار الذي تنطلق فيه إسرائيل حاليا، وهو مسار يستهدف ويهدد المسيحيين والمسلمين والشيعة والسنة على حد سواء. يقنعهم نتنياهو أكثر من أي شخص آخر أن إسرائيل التي تتصرف بهذا الشكل لا تنتمي إلى المنطقة، وهذا ما سوف تكون له عواقب بعيدة على المستقبل. الآن نبقى مع فقرة الكاريكاتير. والآن مع صور لنازحي لبنان من صحيفة العرب الجديد ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على لبنان، فاستهدف قلب العاصمة بيروت حيث شن غارات متعددة بعد منتصف الليل على مبنى في منطقة الكولا، مما أدى إلى سقوط 4 قتلى وجرحى، وأثار الهجوم حالة من الذعر في المنطقة التي كانت تعد آمنة. كاميرا العرب الجديد رصدت بعض ملامح النزوح ومعاناة الأهالي بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان. والآن نبقى وإياكم مع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الورم هذه في منطقة حساسة، البنت يا حي إذا إشي تأخر معاها خايفين إنه الورم نفسه يطلع على الدماغ، هم حكوا لنا هاي الكلام، حكوا لنا خايفين الورم هذا لأنه الورم بزيد وبيطلع على لفوق في الجهة هاي، بيطلع لفوق، خايفين إنه الورم هذا يصل للدماغ. لما صار القصف ونزحنا من بيتنا فاضطرينا ان ننزح من غزة، ونزحنا رحنا من غزة بعد ما انقصف البيت المجاور لبيتنا، نزحنا ورحنا على رفح، قعدنا في المواصل فترة يعني من الزمن، بعدين صار اخلاء لرفح وجينا على الزوايدة. آخر مشوار رحنا طلبوا صورة سي تي ثانية، صورة ملونة، عملناها في المستشفى ناصر، عملنا لها إياها وبين عندها الأورام إنها زايدة وكترانة يعني حوالين محيط العين، فبرضه نفس الحاجة الأطباء ما طلعش بيدهم إشي وحكوا علاج رغد مش عندنا، وهي البنت صار الإشي طول ما نبو يزداد معاها
وبدل التحويل عمل لها تحويلتين، لكن فيش أي نتيجة. وهي رغد طول ما نابوا وضعها للأسف يعني للأسوأ، وهي زي ما أنتوا شايفين هيك، لا بتاكل لا بتشرب لا بتنام، دايما موجوعة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام، شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.